حرب الكرة راح ضحيتها آلاف الأرواح. يا ترى شو صار في عام 1969؟ حرب امتدت قرابة الأربعة أيام، اندلعت بين السلفادور وهندوراس في مباراة جمعت بينهم لتحديد المتأهل لكأس العالم اللي كان مقام وقتها بالمكسيك عام 1970. المباراة شهدت أحداث عنف كبيرة، والسبب الرئيسي ما كان متعلق بنتيجة المباراة بس كان له دوافع سياسية. رامون مارتينيز لا بيلوتا quedando libre de zurdazo y gol del conjunto salvadoreño. Gol de Juan Ramón Martínez. تحدثت الصحف البريطانية عن اضطهاد المزارعين السلفادوريين اللي بتواجدوا بهندوراس واللي كانوا بتعرضوا لعمليات قتل واغتصاب. كل هاي المشاعر سيطرت على الأجواء قبل وبعد المباراة حتى اندلعت حرب المئة ساعة. أسفرت الحرب عن مقتل 3000 شخص وتشريد ما لا يقل عن 80,000، وكان أثرها واضحاً اقتصادياً على دول أمريكا الوسطى لأن التجارة تعطلت لمدة 22 سنة، ولا زالت هذه المباراة تعتبر مصدر فخر للسلفادوريين إلى اليوم لأنهم اعتبروا نصرهم الكروي على هندوراس بمثابة تمجيد لصورة البلد. مندوزا السنترو ناتشيلينيتا جول ديل كونجونتو هندوريو لا تشولا غوميز. كنتوا بتعرفوا هالمعلومة من قبل؟